في موضوع آخر، باشرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عملية إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة ساكنة المناطق القروية والجبلية بإقليم ميدلت والمتضررين من موجة البرد القارس الذي تعرفه المنطقة حاليا. وتأتي هذه العملية تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقديم المساعدات للساكنة المتضررة من موجة البرد القارس وتساقط الثلوج. المزيد في سياق الرابورتاج التالي. بالنسبة للسائح، تساقط الثلوج مدعاة للفرح والمتعة والاستمتاع بهذه المناظر الساحرة، لكن بالنسبة لساكنة المنطقة الأمر مختلف تماما. هذه منطقة أقانوانيم التابعة لجماعة إيميل شيل، والتي ترتفع عن سطح البحر بحوالي 2280 مترا، وتنخفض درجة الحرارة بها إلى ما دون 10 درجات تحت الصفر، وتتزايد معها حاجيات الأغذية والأغطية والتدفئة. لذلك تسارع مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعليمات ملكية سامية إلى تقديم المساعدات الضرورية لساكنة المنطقة. نتواجد الآن بدوار إقنوانين بجماعة إيميلشين، حيث تستفيد ساكنة التي تعاني من انخفاض حاد في درجة الحرارة وتساقطات ثلجية هامة كما تلاحظون، ب 110 إعانة حصة غذائية من المواد الغذائية والأغطية. وستواصل في الجماعات إيميلشين، حيث ستستفيد ما يقرب من 770 أسرة من هذه الإعانة. تعبأت السلطات المحلية لإيصال هذه المساعدات لمستحقيها، مساعدات لقيت ترحيبا وارتياحا من الساكنة، خاصة وأنها جاءت في وقتها ومتزامنة مع التساقطات الثلجية التي قد تعيق عملية التسوق. الحمد لله في هذا الثلج اللي كانت سنة شحال هذه، والحمد لله في هذه المعاونة اللي صيفطنا سيدنا الله ينصره والله يعطيه الصحة، والحمد لله الله يزيد في الخير. المساعدة جات في وقتها، كاين الثلج كاين البرد بزاف، الناس محتاجين للمساعده، والله ينصر سيدنا. جينا ناخذ هذه المعاونه ان شاء الله ديال والله الا جات في وقتها، جات في وقتها مع كتشوف النيت تاع الثلج بزز باش زدنا من واحد الجبل اللي هو. الحمد لله الحمد لله، الله مالك الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله يقوي الخير. انا بحالي بحال الناس، راه جيت انا باش ناخذ المعاونه ديال سيدنا الله ينصرو، اللي الحمد لله راه فيها كل شيء، فيها الطحين الزيت السكر الحمد لله الملايه، وجات فوقيته ديالها الحمد لله، وكنشكروا سيدنا والله ينصر سيدنا والله يطول لنا في عمره. بعد توزيع 110 حصص من المواد الغذائية والأغطية، حمل القادمون من المناطق المجاورة المساعدات على دوابهم، فأمامهم مسالك صعبة يجب اجتيازها قبل أن تقطعها الثلوج. إلى التفاصيل.